انا ما بقيتش قادر نعيش في الظلام، انا ما بقيتش قادر نعيش في الظلام. فهمتش انا علاش هي قاعده في الزنقه هي وبناتها، انا ما فهمتش، ما عرفتش واش جراو عليها من الدار ولا كانت كاريه وقطعوا عليها الموضوع ولا ما فهمتش شنو وقع لها السيده هذه، والله ما فهمت. ماكش خاطر انت ما دير لها خاطر لا والو، انا كنقول لك اذا انت حاسه براسك ثقه في نفسك وعندك كل الثقه خرج. فهمتي كلي بان خرج ها خرج، راه غندير لك غير بنت فمك دخلت عند الله ما ديرها. شنو غدير كاع؟ انا كتحداك ديري ما تبقى تهدد فيا ودابا غنتخاصم معاك ديال بصح لقيت كاع انا دايره لك غير برانك، راه هي الكاميرا ورا الباب وانا تنقول لك لا، ولكن دابا لا 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 دابا ما بقيتش غنضحك معاك، لا لا بصح انا دايره لك برانك، ولكن راه ديما تتقتل فيا الهضره، ديما تتبقى تقول لي غندير لك غير بحال. اه ما عنديش لا لا بلاتي بلاتي باش نبرانك لا البرانك غادي تخبي انا نضحكش معاه، درت ليه برانك وشوف كيهجروا تعال 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 تعال، انا درت لك غير برانك، انا ما غنخرج وغنخرج ان شاء الله زعما الى طلع لي الدم راه عاد نخرج مع البنات، هادي راه سينوغ مع العالي، ولكن تعال تعال والله حتى تعال والله زعما هو ما شافش الكاميرا ما شافش الاضاءه ما شاف والو. اللي قال شي كادو شي واحد زعما في هاد الحلوة هادي في عيد ميلاد هادو هذا هو عيد الميلاد اللي حيد بالك، تبارك الله على الدريه هذه عندها ما تشيت الحلوه تبارك الله عليها. انا فاش كانت عندي 15 عام كنت كنعرف هذا الولد هذا اللي عنده 19 عام وكنا كنبغيو بعضياتنا الصراحه، وهو جا عند الوالد ديالي قال ليه بغيت نتزوج بنتك وتكمل القرايه ديالها. الاب ديالي جا سولني قال لي واش بغيتي هذا السيد؟ قلت ليه اه، قال لي انت مازال صغيره تكملي قرايتك. قلت ليه غنكمل قرايتي وانا باغي هذا السيد. صافي كنا غنتكاتبوا كازا ما كيكتبوش وانت يا مينار، مشينا تزوجنا في واحد العربيه الصراحه ما سكناش بجوج، كنا بحال غير الزواج ديال انا في دارنا وهو في دارهم، يعني كنجيو غير نخرجوا كنخرجوا بجوج وصافي. الام ديالو وقع معها شي مشاكل اللي ما خلاوش الغلاسيون تكمل وتسالت بالطلاق. ما كنصح حتى شي وحده تزوج في داك لاج الصراحه. نقدر نقول لك تتفوتي بعدا اوما غير 21 عام، ديك الساعة غتولي عارفة راسك شنو كديري في حياتك، حيت أنا 21 عام عاد وليت عارفة راسي شنو كندير. الزواج ديال المراهقة هو هذاك. حياتي. ولي عنده طوموبيل كيتمنى الصحة وهي دايرة. الله يحفظك خويا. هادي عنده الصراحة كاين اللي عنده كلشي ولكن اللي مسكين ما عنده الصحة. Thank you.
كنت والو لهاد العرس انا والله ما فهمت شي حاجه. اذا بغيتي تعرفي الراجل اللي معاك واش راجل ولا راكي معدي غير باللي كان، ابداي معاه بالجيب وسلبيه المال. الا قسم معاك داكشي اللي في جهده بوسي يدك وحمدي الرحمن وما ديريها شي عاده، راه الراجل ما كيعيبو جيبو، كيعيبوه كتافو واش في جهده. تكلسي وجبدي له اصلا، هضري له فمه، الا عاود لك المخبي وعطاك سرها غير نوضي جمعيها بوقفه، راه عمر سرك ما يبقى عنده. او مره مره جبدي له اخته، الا بالخايب وصفها ووراك عيوبها لا تامني. والله العظيم اللي جاب انا يتبع هذا الشيء هذا، حق الله تيخرج على حياته بالله ويخرج على مستقبله ويخرج على كل شيء، راه تيخربقوا هذا. شتي اللي كان معك فيها جواج؟ موجه واش خطر اي جده عليها بالتمره تفرقها من الوصف ودير فيها سنيده وديرها في الغار تاع النمل ويجيب الله تيسير ودير النيه ويجيب الله تيسير. هذه راه وصفه زوينه جدا. النيه هي كل شيء، النيه بلغ من العمل. النيه هي كل شيء. اللي ما خلات ما يجربوا حتى الدراري تاع هما ما خلى ما دار يديروها يا دريه يا دري. معليش شيطان الحاجه ركز مع بعقلك، راه هذا سحور الحاجه اتقي الله شويه. ما بغيتش يمشي ليا وعاد الضرر النفسي ديالي وبزاف د الحاجات، زعما ما عرفتش شنو نقول لك اكثر من هاك. زعما كنت زعما البنات حتى شي وحده ما تقاد تجاهل هذا الشيء ديال الريزو سوسيو، داك الشيء اللي كيتباع راه ماشي حقيقي 100%. حتى فريمون تاكد وتعاود تاكد وتعاود تاكد ويكونوا دي بروف ان لو برودوي اوريجينال وطبيعي وكل شيء. واخا انت اليوم واش درتي هكا تقولي انا درت هذا التساقط الصعب، باش ما كيتلخش ضرينك عينك يعني انت ودابا هو شعرك كيطيح اكثر، يعني واش ما خصكش شعرك كيطيح ليا؟ عرفتي كنوض كنلقى شعري كامل وكله من هنا، عرفتي الا وريتك راه ماشي غادي تخلع. عندي الجلده مسلوخه ليا من اللور. انت دابا 140 درهم ولا 180 درهم باش تقامت عليك هذا البرودوي هذا، انت مشيتي بلتي في السكانير في الريانيماسيون في الملايين على حاجه اللي ما نقول زعما غادي نعاود نقولها ونكررها دائما. قلت حتى شي بنت حتى شي وحده ما تعمرها تاخذ شي حاجه تكون متاكده من المصدر 100%. يعني حتى الباكيت اللي كنشوفو عندك ما فيهاش حتى لي كومبوزون ولا شنو من الناس نصايب. تواصلنا معها باش غير احنا كنت كنتمنى غير انها تشوف الحاله ديالي وبنادم زعما يعتذر وهذا ويقف معاك. انا ما كنت كنتمنى منها حتى شي حاجه، انا ما بغيت منها حتى شي حاجه، ولكن كتشوف بنادم كي غوات وبلوكاتنا ما كتهضر معاها ماما خال لا فامي ديالي. راه انت البنان الله يهدي بصح، غير اللي بانت لي شي حاجه كيدير الاشعار كيشريها، ما كيعرف كاع المستر ديالها، ما كيعرف ما كيبحثش عليها، ما تيقراش عليها، ما والو. يا بنادم تيجي تيشري وتيطلص هذيك الكماره وتياكل في الدات ديالو، وبنادم ما على بالوش كاع بان راه يقدر يوقع في شي مشاكل بحال هاد السيده هادي، ولا يقدر يموت الله يحط الترس سلامه، ولا يقدر يتشواه ولا ولكن دابا راه هاد السيده هادي واخا تهضر تدعي وتقول لي وقع لي وقع لي، ولكن راه ما كاينش اللي غادي يتسوق ليها وغادي يمشي ويشري وهداك الشيء. يوسف زوج ديالي، يمكن العلاقه ديالي معاه خاصه جدا ما كيعرفهاش الجمهور، ولكن الحاجه اللي يمكن نقولها ان يوسف الجندي هو البطل ديال مجموعه من الافلام، رومانسي جدا وحنون جدا، والحمد لله ان جبرته وجبرني لان واحد كيكمل ياخر. تفرج في البرتقاله المره قبل ما نجوج بيوسف يمكن باسبوعين او ثلاثة اسابيع فقط. يعني دابا هي اللي تجوج بها وخلى هذيك السعديه، السعديه مسكينه درتها قلقات ومشى. على كوبي زوين تبارك الله، كيعجبني هذا الممثل هذا.